فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما الحكم إذا تعارضت رؤية الشهود للهلال مع الحسابات الفلكية، وما تفسير حديث صوم رؤيته في ضوء ذلك؟ هذه قضية محسومة من زمان. الحديث يقول صوم رؤيته وأفطر رؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا شعبان 30 يوم. يعني الأمر أصبح سهل واضح، لا يحتاج إلى تعمقات، ولا يحتاج إلى أجهزة، ولا يحتاج إلى يعني شيء مما أبدا. وجدنا الهلال خلاص نصوم، ما وجدناش الهلال نكمل شعبان 30 يوم ونصوم على طول، ما فيش مشكلة فيه. أما الحسابات الفلكية دي بعض الناس أخذوا بيها، لكن لا ينبغي أن تقدم على الإيه؟ على الرؤية. حسابات الفلكية بعض الناس يقدر عليه وبعض الناس لا يقدر عليه، لكن الرؤية كل الناس يقدر على الرؤية، كل الناس يستطيع الرؤية، لكن الحسابات الفلكية أجهزة قد يستطيع البعض وقد لا يستطيع البعض الآخر. لذلك المولى تبارك وتعالى كلفنا بما نستطيع، وهو إيه؟ أن يكون الصيام بالرؤية وليس بالإيه؟ بالحساب الفلكي. الله الله على الأزهر، الله 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 أكبر، قوم الدنيا كمن واكتر، لو قلت وصف أنا مش حنصف وكفيها. الله الله يا رايحين على مصر مين يبعد سلامي في كلمتين، يا هلا الله مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء، ده أنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله.